مثل ما عودتنا على اهتمامها بالثقافة والفن والموسيقى، جو دايماً بتقدم لنا فنانين انترناشنال وعرب ليحيونا حفلات هون بدبي. واليوم اختارت جو لجمهورها تامر حسني ليقدم لنا الحفلة ببرج بارك. أول مرة بتحضري كونسرت من جو لايف؟ لا طبعاً، أنا بحضر هنا دايماً وأنا مبسوطة جداً بيجيبوا دايماً فنانين يعني مشهورين اللي أنا بحبهم. دي أول مرة بنحضر له تامر حسني ومبسوطين إن هو جاي. شفنا كتير حفلات يعني على اليوتيوب على الفيديو هيك، يعني كانوا كتير حلوين فمتأملين تكون أحلى. بصراحة تحضير رودو رائع، كتير التنظيم حلو، الحفلة شكلها راح تكون بتجنن. إنه they're very organized وكتير بتكون حلوة الكونسرت. زي دايماً دو دايماً شغلاتها حلوة والكونسرت تبعهم كتير حلوين. أوكي الجمهور مثل ما شايفين كتير متحمسين وناطرين تامر حسني، بس بنفس الوقت مبسوطين كتير على دو لايف سينجينج كويز شو. هقولها وخلاص بعشق عينيه وبحبه يا ناس مهما عمل فيها ومن الليلة دي هبدا حياتي من لحظة. الكومبيتيشنز كتير حلوة والمكان كتير حلو ودو عامل شغل كتير حلو يعني. المسابقات يعني جميلة جدا جدا، كل يوم في حاجات جديدة يعني بتشجع الناس وبتطلع الناس من الملل اللي احنا فيه، يعني حاجات جميلة جدا يعني. I like how everyone's getting interactive and they're all talking and dancing. It's getting everyone in a good atmosphere and I love that. لعيون ودار كل مرة بشوفك فيها ببقى نفسي عيونك حلوة وطعم عليها ضحكة تذوب والنعمة بصراحة. احنا في كل كونسرت لازم نيجي لتامر حسني يعني. باسم محمد شو رايكم بالكونسرت؟ لا ما شاء الله جميل والله، يعني اتمنى نحضر دايما. دو 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 دو